ليس هناك يعني إمكانية للحسم يتكهن بشكل قطعي يعني بفوز أحد المرشحين، وهذا يدل على شفافية ومنافسة وديمقراطية حقيقية داخل البلد، لأنه كل واحد يميل إلى يعني ميول خاص. لا يستطيع أحد يقول كل يعني 3 ملايين نص من ناخبين دكتور قليباف يصوتون لصالح الدكتور جليبي، وفي نفس الوقت الأشخاص يعني مواطنين الذين لم يشاركوا في الانتخابات، ليس هناك أي مؤشر يدل على الرقم يعني مليونين أقل يعني في لصالح الدكتور بزشكيان حتى يعني ينافس دكتور جليبي. بهذا السبب هناك صعب يعني حتى يعني نتوقع بشكل يعني محسوم انه دكتور جليبي يربح يا اما دكتور بزشكيان يربح.